هاي. تبرع بالأعضاء مهم لإنقاذ حياة الناس، وعدد كبير من الدول عم بيشتغل على قوانين وحملات توعية لحث الناس على التبرع بأعضاء. بدأ التبرع بالأعضاء بالقرن 19، وأول عملية زرع جلد تم إجراءها سنة 1869. سنة 1954 تم إجراء أول عملية زرع كلوي بين 2 إخوة توم، وسنة 1960 تم إجراء نفس العملية مع إخوة مش توم. ما في عمر معين مسموح فيه بالتبرع بالأعضاء، وهو بيزبط بكل الأعمار. تعتبر الكلوة من أكثر الأعضاء المطلوبة حول العالم، والقرنية هي أكثر عضو بتم زراعته بالولايات المتحدة. تعتبر فرنسا أول بلد بيجري عملية ناجحة لزرع وجه بشكل جزئي. مين قال إنه إسبانيا هي أول بلد بيجري عملية زرع وجه كامل تكللت بالنجاح؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.